وسط تحديات جسام جاءت القمة العربية بالجزائر في وقت حاسم يدفع بالدول العربية إلى ضرورة التنسيق فيما بينها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة في ظل التحديات العالمية. من هنا تأتي أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية في إطار حرصه وحرص مصر على دورها المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.